هكذا تتحضر المدارس لعودة تلاميذها إلى مقاعد الدراسة في ظل أزمة كورونا. بعضها أعاد فتح أبوابه منذ أكثر من أسبوع، والبعض الآخر استأنف التعليم عن بعد. لكن في كل الأحوال فإن كل مدرسة تتعايش مع كورونا، عليها السير بأقصى درجات الإجراءات الوقائية المطلوبة لحماية الطلاب. نحن أخذنا كل الاحتياطات اللازمة والضرورية. نحن ما في اختلاط أبداً بين الجروبات، يعني الجروب A بالسيزيام A مستحيل نخلط مع أي جروب تاني، لا على ذكري ولا بالصف. فالجروب إذا بحال صار في أي إصابة، هذا الجروب رح يتابع أونلاين مع معلماته. كل الكرات رح ينبعتوا أونلاين، والشغل كله رح يصير كأنه موجودين معنا بالمدرسة. في صفوف الروضة الإجراءات نفسها، لكن التعاطي مع الأطفال يحتاج إلى الكثير من الدقة والمواكبة، خاصة على مستوى الصفوف الأولى. نحن محترمين المسافة بيناتهم، ديستانسياسيون 1.5 متر بين كل ولد وولد، وحاطين لهم لأنهم أولاد صغار ما بيعرفوا يقروا، حاطين لهم على الأرض إشارات بتخليهم يعرفوا وين لازم يوقفوا. نرجع بعدين بتستقبلهم المعلمة على باب الصف، وبتحط لهم الهنجل على إيديهم قبل ما يفوتوا. بيفوتوا بالماسكات أكيد، هن وفايتين مع أهليهم. بس يفوتوا على الصف كل ولد بيشيل الماسك وبيحطه بقلب التخوص تبعه. البروتوكول الصحي المعتمد يرتكز على معايير منظمة الصحة العالمية، النماذج المعتمدة في الخارج لا سيما في المدارس الفرنسية، وإجراءات وزارة الصحة. وهذا البروتوكول بيرافق الولد من أول ما بيفوت على المدرسة حتى يفل. بطلب من وزارة التربية نحن رح كل صف يحتوي نص قدرته الاستيعابية، يعني 50%. رح نعتمد التعلم المدمج، كل صف ما رح يتخطى 14 ولد أو 15 ولد ماكسيموم، ونحن وعم نعتمد كمان احترام التباعد الاجتماعي. لكن كل هذه الإجراءات تقف عند حجم تجهيز القسم التمريضي والعلاجي في أي مدرسة كانت. بحال نحن هون بين عنا حيلا عارض من عوارض الكورونا أو حيلا مرض، رح يتم عزل التلميذ، إبلاغ أهله، رح ياخذوه على البيت، منبلغ طبيب المدرسة. بحال طلعت النتيجة نتيجة البي سي آر بوزيتيف، منبلغ كل يلي تخالطوا معه، يعملوا البي سي آر، وحسب النتائج بيرجعوا على المدرسة أو لا.